إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. شهد الجفري، الصورة من مجلة أريبيان بزنس تعد السعودية شهد الجفري الشريكة المؤسسة لشركة تافي إنك، وهي من مصممات الأزياء الهاويات وتعمل في مجال التقنية الناشئة. تمتاز بشغفها الذي يجعلها تطمح لإحداث تأثير وجعل العالم مكانا أفضل. اختارتها مجلة أريبيان بزنس ضمن قائمة أكثر 50 امرأة تأثيراً في السعودية لعام 2021، ووفقاً للمجلة، بدأت رائدة الأعمال السعودية الجفري حياتها المهنية في تخصص التمويل والأعمال الدولية، وحصلت على شهادة من جامعة ANSEEC في باريس، فرنسا. وشغلت شهد أول وظيفة لها في شركة مستحضرات تجميل ناشئة، حيث عملت كموظفة ثانية في سان جيرمان دي بري في باريس، فرنسا، وفقاً للمجلة. وفي السعودية، عملت لدى عدة شركات في أعمال تجارية تتعامل مباشرة مع المستهلك في مختلف القطاعات التي تدير العمليات الرقمية والتسويق. وعملت في السابق كمحللة استثمار في كبرى شركات الاستثمار الجريء في سيليكون فالي، كاليفورنيا. تابع المزيد، سمية السليماني الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصاميم السعودية، تم اختيارها من بين ما يزيد عن 100 مرشح للعمل مع المؤسس تيم درابير في صندوق الاستثمار التابع له درابير أسوسيتس. وتيم هو صاحب رأس مال مغامر من الجيل الثالث، وقد استثمر في سكايبا وتيسلا وهوات ميل وغير ذلك. وشهد هي الرئيسة التنفيذية لمنصة التسوق وتنسيق الأزياء الشخصية حسب الطلب تافي إنك في السعودية.